بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نواصل الحديث عن وجوب الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: واعلم أن ليوم الوقوف أهوالا عظيمة وشدائد جسيمة تذيب الأكباد وتذهل المراضع وتشيب الأولاد، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع، وهو يوم القيامة. قد اختلف في تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة، قيل لكون الناس يقومون من قبورهم، قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقيل لوجود أمور المحشر والوقوف ونحوهما فيه، وقيل لقيام الناس لرب العالمين، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه، إلى أن قال. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقيل: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة. وقيل: إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفا، قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلى أن قال. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي بعض ألفاظ الصحيح: 70 عاما. وأخرج مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وهذا الوقوف للحساب، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والحساب تعريف الله سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم بما قد نسوه، قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد، فيقتص للمظلوم من الظالم، كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحساب متفاوت، فمنه الحساب العسير ومنه الحساب اليسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
يحاسب الله تعالى الخلق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها انتهى. وأول ما يحاسب عنه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان نقص منها شيئا. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومما يكون في هذا اليوم إعطاء العباد صحائف أعمالهم، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها ما فعله كل إنسان في الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء: طائره عمله، ومنهم من يعطى كتابه بيمينه، ومنهم من يعطى كتابه بشماله. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إلى قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، إلى قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. قال السفاريني: والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال ما يجب الإيمان به وعقد القلب عليه بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع انتهى. ومما يكون في هذا اليوم وزن الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأعمال توزن بميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم ساق بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال ثم قال: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مما به يتبين العدل. والمقصود بالوزن هو العدل كموازين الدنيا، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به ما أخبرنا به من الغيب انتهى. ومما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأشد حرارة من الجمر، عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق،
ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. قال السفاريني: اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، زعما منهم أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء، وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ومنهم من حمل الأدلة الواضحة على تأويلات فارغة، فكل هذا باطل لا دليل عليه لوجوب رد النصوص إلى حقائقها. وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن الذي أمشاه في الدنيا على قدميه صالح قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه. انتهى كلامه بمعناه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.